هو ان في اجتماع مع وزير الشباب علشان نشوف الوزارة هتقدر تقدم لنا ايه، واحنا في نفس الوقت نقدر نقدم ايه للوزارة. فوجئنا ان الموضوع مؤتمر صحفي منظمه اتحاد طلاب مصر اللي احنا مش مشاركين فيه ولا ممثلين فيه، ومؤتمر لاحتفال بيوم الطالب العالمي. فكان النقاش في بدايه المؤتمر خالص مع الوزير ان احنا جايين نتناقش في مشاريع احنا عايزين نطرحها، في مشاكل موجوده داخل جامعاتنا خصوصا الجامعات الخاصه اللي مش ممثله بقانون بيجمعها داخل الوزاره ولا ممثله بلائحه عامه زي الجامعات الحكوميه، وهم مشت في اتحاد طلاب مصر اللي كان ليه ممثل في جمعيه التاسيسيه للدستور وكان ليه ممثل في مجلس الشعب ومجلس الشورى لحد دلوقتي، وليه ممثل في وزاره التعليم والتعليم العالي. فاحنا مش ممثلين في الكلام ده. فكان دي كانت اهم الحاجات اللي احنا كنا جايين نتكلم فيها مع الوزير. فجينا طبعا لقينا الوضع مختلف شويه، يعني ان في مؤتمر واحتفالا بذكرى يوم الطالب العالمي. فكنا هو ده الجدال اللي كان في بدايه الجلسه. احنا النهارده دعينا لمؤتمر اليوم الطالب العالمي، ومفروض ان احنا النهارده هنتناقش مع دكتور اسامه ياسين ازاي سبل التعاون ما بيننا وما بين الوزاره، ازاي نقدر ان احنا نخرج الطلبه اللي هي مع شغلها الشاغل الشباب داخل الوزاره، وازاي ان احنا نعمل كونتاكت ما بين الوزاره وما بين الطلبه في الجامعات. احنا عندنا مشكله راسخه عند جميع الطلبه ان كل الوزارات اللي بتهتم بيها هي وزاره التعليم العالي. يعني انا في جامعه فانا مهمتي مع وزاره التعليم العالي، انا في مدرسه مهمتي مع وزاره التربيه والتعليم، ولكن احنا كنا بنغفل تماما موضوع وزاره الشباب. وزاره الشباب فيها كنوز، مراكز الشباب، 9 هيئات، 9 مدن شبابيه رهيبه، احنا ما بنستغلهاش. احنا قبل كده كنا عشان محتاجين نعمل معسكرات للطلبه كنا مثلا بنروح ناجر مدن سياحيه في سبيل ان احنا لو اجرنا المدن الشبابيه احنا هنوفر كتير في الميزانيه بتاعه اتحاد الطلبه، هنوفر في الامكانيات، هنوفر في الخدمات. فكان ده من ضمن الحاجات اللي احنا بنحاول ان احنا نتواصل مع الدكتور اسامه ياسين عشان نوصلها. عندنا مشاكل تانية متمثلة ان احنا كجامعات بيبقى عندنا نقص في الخدمات الرياضية او الاماكن اللي نعمل فيها ملاعب كورة او محمامات سباحة، بسبب ان احنا مثلا كجامعتنا احنا جامعة السويس جامعة جديدة، فكان السبيل ان احنا عايزين نتواصل مع دكتور اسامة بحيث ان احنا نوفر الاماكن المتاحة في محافظة السويس ان هي تفتح للطلاب سواء مجانا او سواء بهامش ربح قليل او مخفضة بالنسبة للطلاب. احنا بنطمح ان احنا النهارده في الزياره مع الدكتور اسامه ان احنا نوجد او نخدم كل امكانيات الوزاره للطلبه داخل الجامعات. المشاكل لا تنتهي يعني، بس احنا الحاجه الوحيده الاساسيه اللي احنا المفروض نتكلم فيها ان يبقى في حوار مع الحكومه او مع الممثلين البلد عامه عشان نعرف نحل المشاكل عندنا احنا. يعني المشكله دايما بيبقى في اقصاء دايما من الادارات، بيبقى في دايما يعني الامن وال يعني قصص كتير جدا مش عايز اخش في التفاصيل بتاعتها دلوقتي يعني، بس الحاجات دي طبعا محتاجه دعم اللي بنينا ظهر. فاحنا مالناش دعوه، الحكومه بتاعتنا لو مش واقفه في ظهرنا يبقى احنا مين بقى؟ احنا ايه يعني؟ ما فيش اي تنسيق حصل. احنا امبارح كلمني مكتب الوزير قالوا لي ان في عرض لاستراتيجيه الوزاره، وبعد كده هيبقى في مقترحاتنا، بعد كده هيبقى في لقاء مفتوح مع الوزير. اما جيت اكتشفت من ان كل جامعه اتقالت لها الدعوه بشكل، واكتشفت من مجموعه من طلبه الاخوان ان هو اصلا دي احتفاليه، فانا مش جاي احتفل، لان انا بالنسبه لي اليوم ده السنه دي بيمثل جنازه للطالب المصري بعد صدور اللائحه الطلابيه الجديده. فانا مش عارف بصراحه، انا مش عارف ايه اللي هيحصل يعني، هما بيفاجئونا جنازه، لاني بعد ثوره 25 يناير والطموحات الكبيره اللي بناها الشباب وبعد ما افرزت كوادر كبيره في الجامعه، جم طلبة الإخوان بالتحالف مع وزير التعليم العالي وزير الظل دكتور مصطفى مسعد، مطلعش يتكلم خالص يعني، ما بيطلعش في أي يعني، نسأله عن أي حاجة ما بيردش، يقول يعني أقول له في حاجة اسمها حضرتك معترف بأمين اتحاد طلاب مصر أو نائب رئيس اتحاد طلاب مصر، فيقول لي مش هقدر أرد. فمش عارف يعني مش هقدر أرد، هم بيكلمونا على كل حاجة قانوني. فتحالفوا مع بعض وطلعوا لائحة المراجيح، لائحة الألعاب، يعني عاملين لائحة بدل ما تتبنى حقوق الطلبة تبقى لائحة حقوقية وتقوي الحركة الطلابية في الجامعة وتفرز لنا كوادر للحركة السياسية، عملنا لائحة الألعاب. فأنا بعتبرها جنازة للحركة الطلابية في مصر.